احنا نعرف طبعا اللي بيذاكروا ان عندنا نوعين كبار من التزوير، في تزوير معنوي وفي تزوير مادي. التزوير المعنوي شكله ان المحرر سليم لا عيب فيه ولا اثر فيه لاي تزوير يمكن ان ترصده العين. نضرب مثلا، رحت انا وقفت قدام محكمه جنح او محكمه جنح مستأنفه واثبتت حضوري عن فلان الفلاني بتوكيل رقم كذا، والكاتب من واقع الاملاء كتب اللي انا امليته عليه، والمحكمه ما خدتش بالها ان انا ما عرضتش التوكيل، ثم يستبين بعد هذا ان هذا التوكيل المشار اليه في محضر الجلسه لا وجود له وانني لا احمل توكيلا. يبقى انا ارتكبت ايه؟ ارتكبت حاجه اسمها تزوير معنوي. التزوير المعنوي شكله ايه؟ انني قد جعلت واقعه مزوره في صوره واقعه صحيحه ما علمي بتزويرها، بان اثبتت في محضر الجلسه انني احضر عن فلان الفلاني بالتوكيل رقم كذا، رغم علمي بان هذه الواقعه واقعه مكذوبه وغير صحيحه، فعد هذا تزوير معنوي مؤثر في الماده مثلا يعني 213 من قانون العقوبات. طب امر الكاتب ايه؟ امر الكاتب على احد احتمالين، اما ان الكاتب متواطئ معي لادخال الغش على المحكمه، يبقى هنبقى شركاء، هو فاعل اصلي وانا شريك بالايه؟ بالمساعده والاتفاق معه على اجراء هذا التزوير في محضر الجلسه. التزوير واقع فيه في محضر الجلسه. او قد يكون الكاتب حسن النيه، انا امليت وهو بحسن النيه كتب ما امليت. في التوصيف في الحاله دي يقولوا انني شريك لفاعل حسن النيه، حاله كون في ايه الذي كتب حسن النية ولا يعرف ولا علم له بأن البيان الذي أمليه بيان غير صحيح، وأنني أصطنع وقعة مزورة في صورة أو أطرح وقعة مزورة في صورة وقعة صحيح. ده التزوير المعنوي. هل هناك استغناء عن الاطلاع على المحرر؟ لا، واجب الاطلاع على المحرر للاستيثاق من البيانات المسجلة فيه، وهذا التوكيل برقمه لاستكمال البحث لمعرفة ما إذا كان هذا البيان مغاير أو غير مغاير للحقيقة. أما صور التزوير المعنوي فهي متعددة، تحدث بالقشط وتحدث بالمحو وتحدث بالتحشير وتحدث بالمسح وتحدث بالاصطناع الكامل، يعني أصطنع محرر على صورة محرر سليم وكل هذا المحرر من ألف إلى الباء فيه مزور، الأكلاشين اللي محطوط عليه مزور، والتوقيعات اللي محطوطة عليه مزورة، والأختام اللي محطوطة عليه مزورة. يبقى الاصطناع، حالة الاصطناع بتشمل في ثناياها عدة أفعال قد يكفي أحدها لوقوع جريمة التزوير.